تراس محافظ محافظه تعز نبيل شمسان لقاء موسعا بحضور قائد المحور ورئيس محكمه الاستئناف ورئيس نيابه الاستئناف وعدد من القيادات العسكريه والامنيه بالمحافظه. ناقش اللقاء عددا من القضايا الامنيه والمتعلقه بالمواطنين وفي مقدمتها ما اثير على وسائل التواصل الاجتماعي في قضيه الارمله التي تم هدم منزلها وفي الاجتماع قدمت الارمله وأسرتها مجملة شكواها وسلم محافظ تعز ملف القضية لرئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد الحمودي وكلفه بمراجعة القضية والبت فيها بشكل عاجل كما وجه بسرعة توفير سكن لها ولأسرتها حتى يتم حسم القضية